مع بداية اقتراب العام الدراسي الجديد كتير مهم نحن نهيئ أطفالنا للدوام الدراسي وندعمهم نفسياً تربوياً واجتماعياً، خصوصاً بعد عطلة صيفية طويلة بتلاقي بعض الأطفال مشتاقين لمدرستهم لأساتذتهم لرفقاتهم، بينما البعض الثاني بتلاقيهم مو متهيئين لسه للفيق البكير والواجبات الاحتلالية. أكيد يمكن لما بنقول إجرة المدرسة مو بس هي كلمة بتلحق كتير من التفاصيل مثل ما قلنا، من الفئة بكير والالتزام بشكل كتير كبير، خاصة يمكن أوقات بتكون المدارس بمسافات شوية بعيدة عن أماكن وجود الطلاب، وشو بيرافقها من التزام بالوقت والتزام بأداء الواجبات وغيرها، والنوم هي أهم شيء، هي أهم فكرة لازم نحكي عنها. كل هي التفاصيل أكيد رح نحكي عنها بالتفصيل مع الأختصاصية التربوية عائشة الشاش. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. صباح النور. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيكم. خلينا نحكي بالبداية شو بيعني بداية العام الدراسي الجديد إن كان للطلاب وحتى أهاليهم. بداية بدي لكم صباح الخير لكم الفريق المميز ولأهالينا الكرام اللي عم بيشاهدونا هلا، نتمنى لهم عام دراسي جديد مليء بالنجاحات والتوفيق لهم ولأولادهم. العام الدراسي الجديد يعني طقس مانو بجديد يمارس كل سنة، لكن بعض العائلات ممكن نستقبله بإيجابية بتفاؤل بتحضيرات حلوة، وهذا بالتالي كمان الأطفال ممكن متحمسين للمدرسة، ممكن في قصص جديدة عم يخططوا لها، في أهداف جديدة، وبعض العائلات ممكن يشوفوا أمر مرهق وبداية متاعب ومشاكل تعليمية وسلوكية، وبالتالي كمان ممكن يكون في مخاوف عند أطفالهم. اليوم خلينا نحكي كيف الأهل ممكن يعدوا أطفالهم نفسياً قبل أي شيء، قبل ما ننزل نشتري ثياب المدرسة، الدفاتر، الكتب، يلي خلينا نقول طبعاً بكل شفافية كلها صارت أعباء للأسف، ما أنا رحلة ممتعة أبداً بالنسبة للأهل، بس أعدادهم نفسياً قبل بفترة، إن كان بتقليل ساعات السهر، وإن كان بإعدادهم خاصة للأطفال يلي هلأ فاتوا يمكن على مرحلة التعليم وكانوا يمكن بالروضات بالمراحل الماضية واختلف عليهم الانتقال من مرحلة إلى أخرى. خلينا نفوت بهي التفاصيل كلياتها ونحكي عنها التدريج. تماما. التهيئة النفسية كل ما كان عند الطفل تكيف نفسي عالي رح يكون في تكيف اجتماعي وبالتالي تحصيل دراسي عالي. خلينا نشرحها أكثر. يعني الطفل لما رح نبلش معه بتحضيرات للمدرسة، نبلش مثلا مرحلة ما قبل المدرسة الروضة، أو مرحلة الأطفال اللي فاتوا فورا صف أول ما تحضروا بروضة، فهي العملية صعوبة أكثر في ممكن، فممكن الأهل تطلب خطوات عملية، خطوات تدريجية قبل ما ندخله فورا على المدرسة. فهون بيتطلب من الأهل بداية يعني لازم يكون في يشتغلوا على عدة مهارات، خلينا نقول مهارات استقلالية، مهارات لغوية، مهارات اجتماعية، ومهارات تواصل، لحتى يقدر الطفل هو بعمر صغير يقدر يعرف إمتى يحكي، إمتى ما يحكي، إمتى بيسمع لرفقاته، يتواصل صح. مهارات استقلالية خلينا نقول لما يتعلم كيف يفوت على الحمام لحاله، هي ماما لازم تعلمه قبل ما نفوت على مرحلة الروضة أو المدرسة صف الأول، خلينا نقول الأطفال اللي ما فاتوا على المدرسة. وحتى مهارات اجتماعية كيف يطلب الإذن ليروحوا على الحمام، كيف يدق الباب قبل ما يفوت، كيف هي المهارات الاجتماعية كمان. وضاف كمان يعني الأطفال اللي ما بيعرفوا غير أهاليهم بالبيت، فشوي رح يكون في تعاملهم مع الروضة أو مع المدرسة في صعوبة، يعني حتى ممكن مفرداتهم اللغوية تكون قليلة، فهون على الأهل كمان يبلشوا بالتحضيرات. خلينا نفكر بأنه هلأ قربت الروضة، قربت العام الدراسي الأول للصف الأول، فبيطلب مني كأهل أني أنا ببلش بخطواتي، اللي مثلاً أحكي له قصة، رح تبلش من المدرسة، أحكي له عن طفل كيف بيعمل بالمدرسة وشو ممكن أنا واجه تحديات بسردها خلال القصة، أو ممكن كمان أصطحب الولد قبل بيوم يومين من المدرسة وفرجيه إياها، فرجي أنه هون رح تكون، احكي مع المعلمة، الولد بس يشوف أنه الماما حكت مع المعلمة هي معناها هي مصدر أمان مثلها، فشوي شوي ممكن يقدر يتعود. ممكن نعمل مسرحية بالبيت مثلا، نخترع مثال أنه هلأ أنت بدك تروح على الحمام بابا، أنه أساس هو طالب معنا، هيك مسرحية حلوة. وممكن كمان نبلش بقى بالروتين مثل ما تفضلتي فرح، أنه ممكن نحن نعمل
توقيت السهر بقى اختلف، توقيت الفئة الصباحية صار في منبه، بس لكن بتدريج في خطوات كتير مهمة بالتدريج. بس الانفصال يلي هو أهم شيء لازم نحن نتعامل معه، يا ريت نحكي عنه شوي بالتفصيل. الأطفال يمكن كتير متعلقين بأمهم، خلينا نقول بالدرجة الأولى بشكل كتير كبير، وهي الحالة يمكن هادية اللي بنشوفها كتير لما الأولاد بيروحوا على الروضة. بتبلش حالة البكاء الهستيري أوقات، هون بتكون أزمة نفسية إن كان على الأم أو حتى على الأطفال، خاصة الطلاب يلي هلأ عم بيفوتوا على الروضات للمرة الأولى. هون يمكن الصعوبة، كيف بتوجهي نصايح للأم بهي المرحلة؟ صحيح، الفطام النفسي الثاني اللي نحن بنسميه، ففي ممكن يكون عند أطفالنا اللي ممكن يواجهوا هيك في قلق انفصال عن الأهل أو عن الأم تحديدا، وحتى الأم ممكن أحيانا يكون عندها هي قلق الانفصال عنه، يعني ممكن أحيانا هي اللي تحسسه أنه أنا خايفة عليك يعني، فهذا الشيء ممكن ينتقل له هذا الخوف وهذا التوتر. فأكيد بدها تبلش خطوات قبل، مثل ما حكينا قبل، تبلش مثلا تروح على المطبخ وتتركه شوي لحاله، تعمل شيء تقوله أنا هاي بعد 10 دقائق ما رح يقدر يستوعب الوقت، بس أنه على الأقل أنه أنا شوي ورح أجي لعندك، فأنا بدي أنفصل عنه تدريجيا لحتى بلش روح أبعته على الروضة. ممكن خلال الروضة أنا نسق مع المدرسة وروح معه، يعني أو حسب وضع ابني، إذا كان بيحتاج أنا داوم معه ساعة ساعتين باليوم، أو هو بلش معه حطه بالروضة لمدة ساعة أول يوم، ثاني يوم ساعة، ثالث يوم ساعتين. في أطفال بحاجة إنه نبلش معهم برنامج خاص فيهم. يعني عائشة، اليوم مو بس الأسرة هي المسؤولة عن التهيئة النفسية للأطفال أو الطلاب، خلينا نحكي عن المدرسة كمان. المدرسة إلى دور كتير مهم، قد ايه مهم نحن نهيئ اليوم الكوادر المدرسية، المدرسين، وخصوصا يمكن ذكرنا أنه ظروف صعبة كتير معيشية، يمكن بعض الطلاب والأهالي ما قدروا يأمنوا لهم فورا الملابس الدراسية والكتب وإلى آخره. طب قد ايه مهم اليوم المدرس يراعي شوي أول فترة، لأنه إحنا نلاحظ ومنشوف يعني من بداية العام الدراسي بيسألوا على المريول، بيسألوا على الكتب، قد ايه مهم اليوم هيك نخفف شوي عن هدول الأطفال، نصبر وما نلجأ مباشرة للعقاب. تماما، المدرسة على دراية بأنه هذا الطفل اللي جاي في عنده قلق انفصال، أو هو صف أول، أو هو روضة، أو يعني خايف من المدرسة، هو صف سابع بس خايف من شيء جديد، فعلى دراية بهذا الموضوع. فأكيد لازم تكون بشكل عام أول أسبوع عبارة عن أنشطة إرشادية ترفيهية، تعارف من بعض، شو أهدافك بالمستقبل، شو كيف بدنا نحط خطة، هذا كتير بيساعدنا حتى على ضبط الصف، فما نلجأ يعني نتقرب أكثر من الطلاب، نفهمه، نفهم شخصياتهم، الأشياء اللي عم يمروا فيه. تماما، من خلال هذا الأسبوع الأول بلا واجبات مدرسية، ممكن عملوها بعد كورونا، فتوجهت كتير إذا لاحظنا بالمدارس أنه صارت في أنشطة ترفيهية خلال الأسبوع الأول، فهذا كتير منيح. إضافة لهيك التنسيق بين الأهل والأسرة على هذا الأمر، وأكيد يعني مراعاة ظروفهم ومراعاة الأعباء المادية اللي عم نواجهها كأسر، فبشكل عام كله بينفذ لبعض. أكيد حكيت عن هي المراحل التعليمية والحلقات الأولى بالتدريس. اليوم كثير من الشباب والصبايا يمكن داخلين على مرحلة شهادات، سواء تاسع أو حتى البكالوريا، وهم بقى الحالة النفسية اللي هن ما بدهم تجي المدرسة وما بدهم يبدوا بهي المرحلة الصعبة. شو بتنصحي الأهالي اليوم كيف يتعاملوا مع أولادهم؟ نحن بدنا نوعيهم لأهمية وخطورة هي المرحلة الكبيرة بتحديد المصير والمستقبل، وبنفس الوقت ما بدنا نعمل لهم حالة رهاب من هي المرحلة. تماما، هلا هون حكينا شوي موجه لليافعين وللأهالي. تماما، لأهاليهم أول شيء، نحن ابني خايف، ابني عنده تحديات عم بيواجهها بالمدرسة، فأكيد أنا لازم علي أني أنا أسمعه. كيف نحن إذا حسينا حالنا تعبانين ولما بنحكي لحدا دي بنرتاح، فهو أنت عم بتساعديه هدي مشاعره وبنفس الوقت عم تفهميه أكتر. فهون على الأهل أنه إظهار التعاطف للولاد، لطلابهم يافعين مراهقين اللي هن يعني بهاي المرحلة، نفهم هن ليش خايفين، شو الصعوبات اللي خايفين منها، هل هو الخوف من المرحلة دي الدراسية الجاي، من المعلم الجديد، من الزملاء الجدد، فنفهم شو المخاوف ونحاول مع بعضنا نحط حلول معقولة بالمناقشة بيني وبين ابني. أكيد بنطلب من الأهل أنه نحن شهادة التاسع كتير مهمة، شهادة البكالوريا مصيرية وكتير مهمة، لكن ما نكرس تفكيرنا بأنه يلا عندك تاسع سنة الجاي، بعد سنتين عندك تاسع، بتشوف بعد بكالوريا فأي تماما، هذا الشيء عم بيفكر أنه هو مقبل على مرحلة يعني إذا بيفشل فيها رح يكون فاشل بحياته،
فنتقبل هذا الشيء ممكن ننظم وقتنا. كل المخترعين والمفكرين والكبار كان وقتهم 24 ساعة مثلنا، فبكل شيء بتنظيم وقت من وجه هذا الكلام حتى لليافعين نفسهم أنه هن ينظموا وقتهم، ما عليه في طلعات، ما عليه في دخلات، ما عليه حتى لو كنت أنا صف تاسع، لكن بحدود وأنا ضابط وضعي وعم حدد أولوياتي، وبالتالي شوي شوي مخاوفي عم تصغر وأنا عم واجهها بترتيب وبشكل منضبط وهادي. يعني فعلا طلاب الشهادات هدول متهيئين من الناحية التعليمية، بيكونوا عم يدرسوا قبل بفترة، لكن يمكن فعلا لازم كتير نركز على موضوع الدعم النفسي لهم بهي الفترة. طيب خلينا نحكي اليوم، بعض الأهالي لما بتخلص العطلة الصيفية بصيروا يسحبوا كل شيء مباشرة، الموبايلات، النوم بكير، هدول الأمور. طيب أنا هذا الشيء صحيح أم لا؟ أنا لازم يكون باعتدال، يعني مثلا كل خميس أعطي أنا الموبايل، يعني مو مباشرة اسحب كل شيء من الطفل، شو رأيك بالموضوع؟ التدعيم التدريجي فنية كتير جميلة. دائما نحن بس نستقبل الموضوع شوي شوي، التغيير يكون رح نتقبله ويصير ضبط ذاتي، يصير أنا اللي حط هاي الأهداف على حالي. فأنا ممكن ما بقى في سهر فجأة، ما بقى في زهارات فجأة، فأنا ممكن أعمل ردة فعل عكسية. نسبة كبيرة من الأهالي بتتبع هذا الأسلوب تماما، فأطلع بمشاكل تانية. لا، منبلش تدريج، منبلش نخفف ونهيئ نفسيا. نحن مجرد عم نهيئ نفسيا أنه نحن بعد أسبوع رح تفتح المدرسة، فبالتالي انه نحن عم نحطه بالصوره ونبلش شوي شوي حتى نقدر نشتغل صح ونبلش معه صح. احنا بالنهايه بدنا ننتبه لحالته النفسيه لهذا الطالب او لهذا الطفل، ما بدنا نحن بالرغم عنك انت هيك بدك تفيق الصبح والروتين والتوقيت وهيك لازم وهيك لازم، ليش ما نعلمه هو يتحمل المسؤوليه وبالتدريج شوي شوي بصير هو بيحط الاهداف منه لحاله. بس بشكل عام قد ايه بتشوف يمكن الحاله النفسيه للام هي العاكس الاول للاطفال وطريقه تجاوبا مع تقبلهم لفكره دخول للمدرسة إن كان بالروضات أو حتى بالحلقات الأولى، هذا الخوف يلي بيشوفه أو بيلمحه الطفل بعيون أمه ممكن ينتقل له ويصير عملية رفض كامل للذهاب للمدرسة؟ تماماً، الأهل هن الدعم وهن المصدر الأمان للطفل. فأنا لمسة إيدي أنا بطفل الروضة، خلينا نقولها قد الروضة الطفل، نحن ممكن نقول انه هو صغير ما رح يقدر يفسر المشاعر وهيك، بس هو رح يحس مجرد انه هي عم بتودعه، لمست له ايده بطريقه انه انا ما بدي فارقك وخايفه عليك ومن هالحكي، فرح ينتقل له. فانا رح نواجه بايجابيه، رح في هي الطاقه اللي تظهرها الام او الاهل بشكل عام مو بس الام، فهذا رح يعطي دعم كثير كبير لاولادنا. أكيد. بالختام، الاختصاصية التربوية عائشة قشاش، بدنا نشكرك كثير ونتمنى كل التوفيق لطلابنا. شكرا لكم.